السلام عليكم. في الفيديو ده أنا جاية أتكلم معاكم عن قانون من أهم القوانين الكونية، قانون الانعكاس. يعني إيه؟ يعني كل حاجة بتحصل في العالم الخارجي هي انعكاس للي موجود جوانا. يعني الواقع هو عبارة عن شاشة 3D قاعدة بتجسد لنا حاجتين، اللي إحنا بنعمله مع أنفسنا واللي إحنا بنعمله مع الآخرين. يعني على سبيل المثال، لو أنت طول الوقت قاعد تلوم نفسك هتلاقي الآخرين بيلوموك، لو أنت طول الوقت حاسس بالذنب الاخرين برضو هيحسسوك بالذنب، لو انت طول الوقت حاسس ان انت شخص غير محبوب وغير مرغوب فيه اللي حواليك برضو هيحسسوك ان انت شخص غير مرغوب وغير محبوب، لو انت متقبل نفسك وبتحبها وبتحترمها الاخرين برضو هيحسسوك بالحب والاهتمام. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة، بيعكس لنا طريقة تعاملنا مع الآخرين. لو احنا عملنا في حد خير بينعكس على حياتنا، لو احنا عملنا في حد إذاء أو سيئة بينعكس برضو على حياتنا، اللي هي موجودة في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انت بتشوف كل حاجة انت بتعملها لحظيا، كل شيء احنا بنعمله بيرتد علينا تاني حسب قوانين ربنا سبحانه وتعالى. فلو احنا عايزين نغير الواقع بتاعنا للأفضل لازم نرجع لنفسنا من الداخل ونحسن حوارنا مع أنفسنا ونكون رحيمين معاها ونحبها ونقدرها ونقدر النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى، عشان نقدر ان احنا كمان نكون رحيمين مع الآخرين، عشان نقدر ان احنا نحسن من الواقع بتاعنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا رب يكون محتوى الفيديو عجبكم، وشكرا.